بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة في السيشن النهاردة هنتكلم مع بعض على 4 أمثلة على الإف ستيتمنت. وطبعا كلنا زي ما عرفنا مع بعض إزاي بكتب الإف ستيتمنت وإيه هو السنتكس بتاع طريقة كتابة الإف ستيتمنت. لو حد عنده مشكلة أو مش فاكر طريقة كتابة الإف ستيتمنت، أنا هسيب لكم الشرح بتاع الإف ستيتمنت في الرابط فوق. طيب خلينا كده نبدأ. طيب أول مثال معانا هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي use the following flow chart to write a program to find the roots of quadratic equation. طبعا كلنا عارفين ال quadratic equation. ال quadratic equation ببساطة أكني بقول لك مثلا ax تربيع زائد bx زائد c equal 0، فدي معادلة من الدرجة الـ a من الدرجة الثانية. طيب هو طالب مني ايه؟ طالب مني ان انا اكتب كود. الكود ده هيطلع لي الروتس الخاصه بالكوادراتيك ايكويشن. مين هو الروت بتاع الكوادراتيك ايكويشن؟ والله الروت بتاع الكوادراتيك ايكويشن اللي هو ان انا اقول ان الاكس طلعت كام او قيمه الاكس بكام. من شويه قلت ان الاي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي ايكوال 0، فالاي والبي والسي عباره عن ايه؟ الاي والبي والسي عباره عن الكوفيشنت. لكن الاكس، فالاكس ده هو ايه؟ هو الروت بتاع المعادله بتاعتي. طيب لو تفتكروا معايا كده ان او ايه الشكل بتاع الروت بتاع الكوادراتيك ايكويشن، هتقول لي والله يا باشمهندس كنا بنكتبها بالشكل ده اللي هو الاكس ايكوال ماينس بي بلس ماينس زائد او ناقص الجذر التربيعي لمين؟ الجذر التربيعي للبي تربيع ناقص 4 اي سي، صح؟ طيب الكلام ده كله مقسوم على ايه؟ الكلام ده كله كان مقسوم على 2 مضروب في الايه، خلاص. طيب فانا محتاج ان انا اكتب البرنامج اللي هيطلع لي في النهايه قيمه الاكس او قيمه الروت، خلاص كده. طيب هو هنا في البرنامج بيقول لك اتبع الفلو شارت ده، اتبع الفلو شارت ده علشان ايه؟ علشان تطلع الروت بتاع الكوادراتيك ايكويشن. طبعا في هنا في الفلو شارت قال لي ببساطه انا هستقبل ايه؟ هريد هقرا من اليوزر الاي والبي والسي. من الاي والبي والسي؟ والله مش هنزل الكوفيشنت بتاعه المعادله بتاعتي لسه من شويه. طيب قال لك بعد كده هتحسب لي ايه؟ قال لك بعد كده هتحسب لي قيمة الدي، خلاص. هتحسب قيمة الدي أو بنسميها discriminated، تمام. بحسب قيمة الدي اللي هي بتساوي كام؟ قيمة الدي اللي هي بتكون تحت الجذر التربيعي. يعني أنا في البسط عندي زي ما اتفقنا في القانون من شوية، البسط كان سالب بي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لمين؟ الجذر التربيعي للبي تربيع ناقص 4 اي سي، صح؟ طيب أنا هحسب ما تحت الجذر اللي هو البي تربيع ناقص 4 اي سي. تحت الجذر ده بسميه discriminated أو بسميه الدي، خلاص. طيب قيمة الدي دي ممكن تطلع يا ايه؟ يا اكبر من الزيرو يا اقل من الزيرو او ايكوال الزيرو، صح؟ طيب فهي لو كانت اكبر من الزيرو، يعني لو القيمة اللي تحت الجذر اكبر من الزيرو، خلاص هي اكبر من الزيرو، يعني رقم موجب. يعني ببساطة هيطلع عندي ايه؟ الجذر هيطلع رقم موجب، فهيطلع عندي قيمتين، هيطلع عندي قيمتين تو روتس اكس 1 واكس 2، لان القانون بتاعي سالب بي زائد او ناقص، يعني مرة اقول بلس مرة اقول ماينس، يعني سالب بي زائد الجذر دي، تمام، على 2a، والاكس 2 بتساوي ايه؟ سالب بي ناقص المره دي، خلاص. طيب فده في حاله ان الدي كانت اكبر من الزيرو، هعمل الكلام ده وفي النهايه هطلع او في النهايه هطبع على الشاشه ايه؟ هطبع على الشاشه قيمه الاكس 1 والاكس 2، ده لو اكبر من الزيرو. يعني ببساطه الجزء ده كده بقول له لا، اف ستيتمنت اف ان الدي اكبر من الزيرو، نفذ الكلام اللي جاي ده، تمام. طيب لو الدي ما كانتش اكبر من الزيرو، يعني نو، يعني اقل من الزيرو، ما اقل من الزيرو معناها ان هي يا اما ايكوال زيرو يا اما نيجاتيف، صح؟ طيب فلو هي ايكوال زيرو، لو كنت الدي ايكوال زيرو، والله ايكوال زيرو خلاص، يعني الجزء بتاع اللي هو اللي تحت الجذر اختفى، صح؟ فهيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي قيمه واحده، صح كده؟ لان ببساطه البلس والماينس اختفت معايا، هيبقى سالب بي مقسوم على 2 ايه؟ سالب بي مقسوم على 2 ايه؟ فدي كده قيمه الايه؟ قيمه الروت بتاعتي. فاصبح دلوقتي الروت بتاعي اللي هو اكس 1 اكس 2 ايكوال، يعني الاثنين بيساووا بعض، اكس 1 واكس 2 ايكوال بعض، تمام؟ في النهايه هطبع قيمه ايه؟ في النهايه هطبع قيمه الاكس. طب والله ممكن قيمه الدي ما تكونش ايكوال زيرو، ممكن قيمه الدي اقل من الزيرو، يعني هطلع ايه؟ هطلع نيجاتيف. فلو ما بتحت الجذر طلع نيجاتيف، فببساطه هتطلع عندك حاجه اسمها الايه؟ ايماجين نمبر. الايماجين نمبر خلاص، فيطلع عندك ان الجزء اللي تحت الجذر فيه رقم سالب، فرقم سالب هتطلع ايماجين نمبر، وقيمه اللي هي السالب بي مقسومه على 2 ايه؟ السالب بي مقسومه على 2 ايه؟ ديت هتطلع ايه؟ ده هتطلع لي الريال بارت او اللي هو الجزء الحقيقي، خلاص. طيب خلونا كده ببساطه نشوف الكلام ده ازاي بحوله لكود. طيب
لو بصينا كده مع بعض هنبدأ نكتب الكود بتاعنا. طيب هنخلي جنبنا الفلو شارت عشان هنبدأ نتبع الفلو شارت عشان نكتب الكود. أول حاجة قال لك إيه؟ قال لك والله هتقرأ من اليوزر قيمة الـ A والـ B والـ C، صح؟ طيب هقرأ من اليوزر قيمة الـ A والـ C اللي هي بتمثل لي إيه؟ بتمثل لي الكوفيشن بتاعة المعادلة بتاعتي زي ما اتفقنا من شوية. طيب القيم دي هتبقى نوعها إيه؟ والله يا باشمهندس القيم دي طبيعي ممكن تبقى كسور، صح؟ فأنا ممكن أعرفها as float، فبقول والله ان انا اعرف القيم بتاعتي از فلوت نمبر. فقال لك استقبل الاي والبي والسي، تمام. طيب بس كده يعني ده كده المتغيرات بتاعت اللي هتكون من نوع فلوت. والله يا باشمهندس انت قلت ان انت كمان شويه هتحسب ايه؟ هتحسب الروت، صح؟ الروت اللي هي تعتبر الاكس 1 والاكس 2، فقيم الروت اكيد هتطلع قصور، تمام. فطبيعي ان انا هقول له و ان انا كمان شويه احسب قيمه الروت واخزنها عندي في مخزنين، مخزن اكس 1 ومخزن اسمه اكس 2 زي ما شفنا مع بعض في الفلو شارت اللي جنبنا ده، تمام. طيب فخلاص ده كده احسب القيم بتاعت الروت واخزنها في المخازن دي. طب في حاجه تانية هنعرفها، صح، ان انا دلوقتي لو بصيت معايا كده على الفلو شارت هقول لك ان انت بعد لما تقرا الاي والبي والسي قال لك هتحسب الدي الديكريمينيتد، تمام. احسب الدي، الدي عباره عن البي تربيع ناقص 4 اي سي اللي هو ما تحت الجذر، خلاص. فاحسب قيمه الدي فاقول له والله ديسكريمينيتد او خلاص ديسكريمينيتد بالشكل ده كده او قيمه الدي زي ما هو قال. خلينا نكتب مثلا دي زي ما هو قايل، خلاص زي ما هو كاتب عندي في فلو شارت. في حاجه ممكن احتاجها تاني في الكود بتاعي، قال لك انت ببساطه هنا لو بصينا كده لو الدي اقل من الزيرو زي ما قلنا، من الدي اقل من الزيرو يعني ما بتحت الجذر قيمته نيجاتيف، صح؟ فطبيعي هيطلع عندك حاجه اسمها الايماجين نمبر وهتطلع حاجه اسمها الريال بارت نمبر، تمام. فهقول له مثلا ان انا هيطلع عندي جزء ريال وجزء ايماجين، فاللي هيبقى عندي جزء ريال بارت، ريال بارت الجزء الريال بارت هخزنه في المخزن اللي اسمه ريال بارت، هيبقى في عندي جزء اسمه ايماجين نمبر او ايماجين مثلا ايماجين نمبر بارت او ايماجين بارت مباشره بالشكل ده، خلاص. يبقى الريال بارت ده هيشيل جزء الايه؟ جزء الريال، جزء الارقام العاديه الريال اللي احنا عارفينها، لكن ده كده اسمه الايماجين بارت او ايماجين نمبر بارت، خلاص. طيب خلاص كده مش محتاج مخزن تاني، انا عرفت المخزن اللي انا محتاجه، فعرفت الاي والبي والسي اللي هي الكوفيشن بتاعتي اللي لك هتاخدها من اليوزر، وبعد كده عرفت المخزنين دول عشان دول اصلا اللي انا طالب مني احسب قيمه الروت اللي هو الاكس 1 والاكس 2، فدول كده اللي هيشيلوا الاكس 1 والاكس 2. وفي النهايه عرفت المخزنين دول لان هحتاجهم كمان شويه في حاله ان اللي ما بتحت الجذر ايكوال نيجاتيف، فهطلع ريال بارت نمبر وايماجين بارت نمبر، خلاص. طيب خلينا نبدا كده. قال لك اول حاجه ايه؟ لو بصينا مع بعض كده قال لك اول حاجه ان انت هتقرا من اليوزر كوفيشنت، فبقول له والله ان انا هقرا من اليوزر كوفيشنت، فهقول لليوزر انتر الكوفيشنت ايه و بي و سي، خلاص محتاج ان انا اقرا منه الثلاثه دول. ففي الطبيعي ان انا كنت بقول سي ان هقرا من اليوزر كوفيشنت فهقرا في الايه، صح؟ وبعد كده هتقول سي ان تاني عشان تقرا ايه؟ هتقرا البي، وهترجع تقول سي ان وهتقرا مين؟ هتقرا السي، صح؟ ماشي الكلام ده مظبوط مفيش مشكله. بس خلينا نقول دلوقتي ان انا ممكن اقرا التلات قيم في نفس السطر. ازاي؟ اقول له سي ان اقرا الايه، وبعد كده هقرا هعمل انبوت ستريم تاني، وبعد كده هقرا ايه؟ هقرا واخزن في البي، فانبوت ستريم تاني وهقرا فين؟ هقرا في السي، تمام؟ طيب فكده خلاص اخدت من اليوزر التلات قيم الايه والبي والسي. الخطوه اللي بعدها قال لك ايه بناء على فلو شارت؟ قال لك والله انت هتحسب قيمه الدي، صح؟ فهنا هحسب قيمه الدي، فهقول له الدي عباره عن كام؟ ها الدي عباره عن يا باشمهندس زي ما شايفين مع بعض كده اللي هو القيمه ما تحت الجذر اللي هو البي تربيع ماينس 4 اي سي، صح؟ طيب فقلنا البي تربيع احنا اتفقنا مع بعض في السكاشن بي تربيع يعني ان بستخدم ايه؟ بستخدم الفانكشن اللي اسمها باور مباشره اللي موجوده داخل المكتبه اللي اسمها سي ماس. انا فوق عملت انكلودنج للسي ماس بالشكل ده، هاجي تحت اقول له ان انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب البي تربيع، فبقول له الباور، بقول له الباور، باور مين؟ باور البي تربيع يعني بي و2، صح؟ تمام يا باشمهندس. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هقول له ماينس 4 في اي في سي، خلاص. طيب فكده حسبت قيمة الدي، كده حسبت قيمة الدي وخزنته داخل الدي. ناقص ايه؟ ناقص ان انا اشوف الدي قيمتها كام؟
ما بناء على فلو شارت قال لك والله شوف الدي الاول، لو الدي اكبر من الزيرو هتعمل كذا، لو اقل من الزيرو هتعمل كذا، طب لو اقل من الزيرو اقل يعني لو ايكوال زيرو هتعمل كذا، لو اقل من الزيرو تمام هعمل حاجه ثانيه. فبقول له والله لو انا شوف انا بقول ايه، بقول لك لو قيمه الدي اقل اكبر من الزيرو اعمل كذا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول له اف لو، بصوا كده بقول اف، بفتح اقواس الاف بالشكل ده وفي المكان ده بكتب الكونديشن تمام، بفتح السكوب بتاع الاف، بفتح سكوب بقفل سكوب بالطريقه دي خلاص. طيب تاني ازاي بكتب الاف؟ زي ما اتفقنا مع بعض او شرحنا مع بعض، بقول اف بفتح اقواس الكونديشن وهنا بكتب الكونديشن اللي هكتبه كمان شويه، وبعد كده بفتح السكوب وبقفل السكوب بتاع الاف ستيتمنت تمام، بعمل انتر. طيب هنا داخل الاف بكتب ايه؟ والله داخل الاف في المكان ده هقول له لو الدي، لو الدي اللي انت لسه حاسبها قيمتها كانت اكبر من الزيرو، يعني ما بتحت الجذر عباره عن بوزيتيف، انت هتعمل ايه بقى؟ مطلوب منك تعمل ايه؟ مطلوب منك بناء على الفلو شارت ده ان انت هتبدا تحسب الاكس 1 والاكس 2 عادي خالص خلاص. يعني هقول له والله قيمه الاكس 1 هتكون عباره عن كام؟ قيمه الاكس 1 هتكون عباره عن كام؟ ها؟ هتكون عباره عن سالب بي صح؟ طيب سالب بي زائد مره والمره اللي بعدها ماينس صح؟ زائد ايه بقى؟ زائد قال لك الجذر التربيعي لمين؟ للدي. طب اتفقنا الجذر التربيعي يعني ايه؟ الجذر التربيعي والله يا باشمهندس كان موجود داخل السي ماس، كان اسمه زي ما قلنا المره اللي فاتت اسمه السكارت تمام كده. فبقول له هنا هنادى على الفانكشن الجاهزه اللي اسمها سكارت، بفتح بقفل محدش ينسى ده كده اكواس الفانكشن تمام. طيب داخل السكارت بحط له ايه؟ بحط له اللي انا عايز اجيب له الجذر، فعايز اجيب الجذر لمين؟ للدي تمام. طيب فبقول له سالب بي زائد الجذر التربيعي للدي بالشكل ده، وفي النهايه الكلام ده كله، الكلام ده كله ده كده كان البسط صح؟ ده كده كان البسط حطيته داخل اكواس اهو. طيب الكلام ده كله اقسمه لي على كام؟ الكلام ده كله روح اقسمه على 2 مضروبه في الاي صح؟ 2 مضروبه في الاي، بعد كده سيمي كولون. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص ده كده المعادله بتاعتي، ده كده القانون بتاعي كتبته بشكل بالشكل ده خلاص. طيب ناقص مين؟ ناقص احسب الاكس 2. فبقول له هنا الاكس 2 هتكون عباره عن كام؟ نفس القانون بالظبط، بس بدل ما هي بلس هتخليها ماينس، لان بحسب مره بلس ومره ماينس بناء على القانون خلاص. طيب خلاص انت كده حسبت ايه؟ حسبت الجذرين. فبقول له والله سي اوت، اطبع لي على الشاشه. اطبع لي على الشاشه ايه؟ اطبع لي على الشاشه هقول له ان الروتس ايكوال، الروتس اللي انت حسبتها عباره عن كام؟ عباره عن الاكس 1، اكس 1 عباره عن القيمه اللي هكتبها لك دي اللي هي قيمه الاكس 1، وبعد كده الاكس 2 عباره عن القيمه بتاعت اكس 2، وفي النهايه باند لاين خلاص. يعني انا بقول له الروت عباره عن الكلام اللي جاي ده اللي هي اكس 1 عباره عن قيمه الاكس 1، اكس 2 عباره عن قيمه الاكس 2 خلاص. طيب الكلام ده كده في حاله ايه؟ الكلام ده كده في حاله ان الدي كانت اكبر من الزيرو. فبقول له والله لو الدي اكبر من الزيرو اعمل كذا. طب لو الدي مش اكبر من الزيرو، فبقول له والله ده إلس اف ده لو نفذ خلاص. يعني انا بقول له اف لو الكونديشن ده بترو، لو الكونديشن ده بترو نفذ ما بداخل السكوب ده خلاص. طب إلس اف، طب غير كده، طب والله لو الدي كانت، ها لو الدي كانت ايكوال، ما احنا اتفقنا بقى يعني اقل من الزيرو، اقل من الزيرو تحتمل حاجتين، ان هي ايكوال الزيرو، ايكوال الزيرو او ايه، او اقل فعلا من الزيرو اللي هي نيجاتيف خلاص. فبقول له والله لو الاس اف لو دي ايكوال الزيرو، زي ما عرفنا مع بعض في فرق ما بين ان انا اقول الدي ايكوال الزيرو وان انا اقول الدي ايكوال الزيرو صح؟ زي ما كلنا عارفين ان الدي ايكوال الزيرو معناها ان انا اساينمنت، ان انا بساوي الدي بالزيرو، بخزن الزيرو داخل المخزن اللي اسمه دي. لكن لما بقول الدي ايكوال الزيرو معناه ان انا بسال هل الدي ايكوال الزيرو ولا لا، فيا ترو يا فولس خلاص. يعني ناتج الدي ايكوال الزيرو ترو او فولس. فاقول له والله لو الدي ايكوال الزيرو لو بتساوي زيرو فعلا نفذ الكلام اللي جاي ده اللي داخل السكوب ده. هنفذ ايه يا باشمهندس؟ خلاص عرفنا لو هو ايكوال الزيرو معناها ايه؟ ايكوال الزيرو معناها ان ما تحت الجذر ما فيش خلاص خلاص، فيطلع ايه؟ يطلع عندي روت واحد، يعني اكس واحد بتساوي اكس 2، يعني الاثنين بيساوي بعض
خلاص. طيب خلاص، فالايكوال زيرو اقول له والله ان انا هعمل ايه، ان انا هحسب الاول، خلينا نحسب الاول قيمه الاكس 1 خلاص، اللي هي هتبقى اوريدي هي الاكس 2 خلاص، يعني اكس 1 هتساوي اكس 2. فاقول له اكس 1 عباره عن كام؟ عباره عن سالب بي بناء على المعادله بتاعتي. خلاص خلاص بقى، سالب بي مفيش حاجه جنب السالب بي صح، لان لما فتحت الجذر اختفى. فبقول له الكلام ده مقسوم على ايه؟ الكلام ده مقسوم على 2 في الايه، 2 ثواني، 2 مضروبه في الايه بالشكل ده، بعد كده سيمي كولون. فكده حسبت قيمه الاكس 1 اللي هي اكس 2. فاجي كده اقول له والله يا باشمهندس انا هسي اوت، خلاص هسي اوت ايه؟ هقول له ان الروتس بتاعتك، او خلينا بدل ما نكتب تاني، هي نفس الجمله دي صح؟ هناخد الجمله دي كده كوبي هبست هنا، هقول له الروتس بتاعتي في الحاله دي الاكس 1 بتساوي اكس 1، اكس 2 بتساوي اكس 2 خلاص؟ او ايه؟ او اكس 1 برضه خلاص؟ يعني الاثنين بيساووا بعض، يعني هنا الاثنين هيساووا بعض تمام؟ او خلينا اقول في نفس بدل مثلا ما اكتب الجزء ده كده، خلينا اقول له والله خد بالك ان الاكس 1 في الرساله بتاعتك هتساوي الاكس 2 خلاص، هتساوي الاثنين دول هيساووا كام؟ هيساووا الاكس 1، الاكس 1 بالشكل ده خلاص. فانا بقول له الاثنين روتس بيساووا بعض بيساووا القيمه اللي انا حسبتها للاكس 1 اللي هي القيمه دي خلاص. طيب في مشكله في الكلام ده؟ تمام خلاص كده، قلت له والله لو اكبر من الزيرو اعمل ما بداخل السكوب ده، او نفذ ما بداخل ايه، ما بداخل السكوب ده اللي هو الكلام ده. طب لو else if، لو الدي ايكوال الزيرو هنفذ ما بداخل السكوب ده اللي هو الجزء ده. طب خد بالك يا باشمهندس ناقص حاجه، ناقص ايه؟ ناقص اللي هو ان انا اقول له هنا ايه، ناقص ان انا اقول له هنا else if نفذ الكلام اللي جاي. else if ايه؟ احنا اتفقنا لو اكبر من الزيرو نفذ ده، لو ايكوال الزيرو نفذ ده. طب لو الدي اقل من الزيرو، يعني القيمه نيجاتيف، ما بتحت الجذر كان نيجاتيف، هتعمل ايه؟ خلاص اتفقنا ان هيطلع عندي قيمتين، قيمه للريال نمبر وقيمه للايه، للايماجين نمبر. فهحسب قيمه الريال نمبر ازاي، او الريال بارت ازاي؟ انا كتبتها بالشكل ده ريال بارت. احسب قيمه الريال بارت ازاي؟ ها ريال بارت يا باشمهندس هتكون عباره عن ايه؟ لو بصينا كده على المعادله، ها بصينا على المعادله، ما بتحت الجذر هيبقى نيجاتيف صح؟ طيب خلينا كده نقسم المعادله نصين، هتبقى اكن بقول سالب بي مقسومه على 2 مضروبه في الايه، يعني المقام هوزعه خلاص، سالب بي مقسومه على 2 في الايه، دي القيمه الحقيقيه بتاعتي. لكن خد بالك ما بتحت الجذر هيبقى جذر حاجه نيجاتيف خلاص، فجذر حاجه نيجاتيف مقسومه على 2 مضروبه في الايه، فالكلام ده هيطلع ايماجين نمبر خلاص. طيب فاحسب قيمه الريال بارت الاول اللي هي هتبقى عباره عن ايه، سالب بي على 2 مضروبه في الايه، ده أول جزء صح؟ تمام. طيب لكن جزء الإيماجين بارت، جزء الإيماجين بارت عبارة عن إيه؟ والله ده هيبقى عبارة عن ما بتحت الجذر بقى، يعني الجذر مين؟ جذر الدي، مش لسه حاسب ما بتحت الجذر اللي هو مين؟ اللي هو الديكريمينيتد، اللي هو مين؟ اللي هو قيمة الدي اللي أنا حسبتها فوق، القيمة دي ما بتحت الجذر خلاص؟ طيب فهقول له ما بتحت الجذر او اللي هو الجذر التربيعي للدي مقسومه على ايه؟ مقسومه على 2 في الايه. في مشكله؟ فالجذر التربيعي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سكارت. سكارت مين؟ سكارت سالب الدي. خد بالك من شويه قلت لو هي نيجاتيف هقول سالب الدي. تمام؟ مقسومه على كام بقى؟ مقسومه على 2 مضروبه في الايه. تمام؟ فكده حسبت قيمه الريال بارت، قيمه الايماجين بارت. تمام. بس هقول له ايه بعد كده؟ هقول له والله هنا هسي اوت قيمة الاكس 1 والاكس 2، الاكس 1 هتكون عبارة عن ايه؟ الاكس 1 قيمتها هتكون عبارة عن ان انا اقول له كده بالشكل ده، هتكون عبارة عن الريال بارت، ريال بارت زائد، مش انت هتطلع مش هما جزئين او حتتين، ريال بارت زائد مين؟ ها؟ زائد الايماجين بارت. معناها طلعنا المعادله بتاعتي قسمتها جزئين، وزعت المقام على حتتين صح؟ طيب فهطلع قيمه الاكس عباره عن ايه؟ عباره عن حته دي زي الحته دي، او الجزء ده زي الجزء ده، الريال بارت زائد الايه؟ زائد الايماجين بارت. ما بقى زائد وناقص، زائد وناقص تمام؟ انا اول مره الاكس واحده هتبقى زائد،
تاني مرة الاكس اتنين هتبقى ناقص. خلاص متفقين على الكلام ده؟ طيب بعد كده الايماجين نمبر ده متوقع ان انا بكتب جنبه، لو انتوا عارف لو انتوا فاكرين بكتب جنبه كلمة اي، تمام، بكتب جنبه كده كلمة اي بالشكل ده، وبعد كده هقول له في الاخر هيند لاين. خلاص يبقى كده حسبت الجزء الريال والجزء الايماجين، وقلت له قيمة الاكس واحد هتساوي الريال بارت زائد الايماجين بارت، الايماجين بارت، والايماجين دايما بنكتب جنبه كلمة اي. خلاص طيب، لكن بالنسبة لإكس 2، والله بالنسبة لإكس 2 يا باشمهندس هيبقى إكس 2 هتبقى هي نفس الكلام، بس بدل بلس هتبقى إيه؟ هتبقى ماينس. في مشكلة في الكلام ده؟ تمام كده، خلاص أنا كده خلصت خلصت الجزء ده. طيب في النهاية أنا ممكن أقول له إلس، إلس يعني كل اللي فوق، كل الكونديشن اللي كانت فوق كانت بفولس، يعني الكونديشن ده بفولس، يعني دي مش أكبر من الزيرو، وهنا الكونديشن ده بفولس والكونديشن ده بفولس، يعني حصل مشكلة عندي أو أي حاجة، أي حاجة، أي مشكلة حصلت عندي كان كل اللي فوق كان بفولس. غير كده هقول له هطبع له رسالة، هقول له مثلا something wrong أو مثلا error أو أي رسالة. خلاص طبع له اي رساله بالشكل ده، تمام، ده كده في حاله ان كل الكونديشنز اللي فوق كانت بفولس هيطبع لي اي رساله. تمام، اتمنى الكلام ده يكون واضح، وخلونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مباشره هنبدا مع بعض نشتغل في المثال الثاني والثالث والرابع.